السلام عليكم البنات، اليوم غادي نقدم لكم الرغايف مقليين ومعسلين ان شاء الله. المهم نبدا بالمقادير، وقبل من المقادير ما تنسوش ديروا لي زابوني وديروا لي جرس التنبيه ان شاء الله، هو اللي كيكون فيه دوك الشريطات من القناة. ما تنسوش، هذاك هو اللي مهم باش يوصلكم اي جديد كنحطو ان شاء الله. المهم عندي نص كيلو ديال الطحين فورس، عندي شويه ديال الملحه، عندي كاس جوج كيسان لارب، كل واحد ما عامر شايها نتوما، كاس لارب، في كاس لارب جوج، ثلاثه المعالق هي 100 غرام ديال الزبده، وفاني جوج فانيات، نص كيلو كندير فيه جوج فانيات ديال فاني، وربعه كندير فيه نص المقادير. وعندي مايزينا، مايزينا غير كندلك بها. المهم ان شاء الله احنا نبداو. كندير فاني، كندير الملح، كندير الزبده، الزبده تكون على درجه المطبخ، ما تكونش في الثلاجه تجبدوها وديروها ما غاديش تطلق لكم. غادي نمسك فيا هكا، نكوها مزيان كما كتشوفوا، نزيدو لها حليب بشوية بشوية، كندلكها بشوية الزبدة راه كت بشوية غندلكها، مش كندلكها بزاف، المهم نجمعها مزيان جات في داكشي المقادير اللي كاينين مع بعضياتها، وديك الزبدة هانتوما كتشوفو مخاصهاش تجي جارية متجيش قاصحة. هانتوما
الطاجين بركة عليها. شو ها انتما كتجي كاسه من ها انتما شو كي جات. المهم غادي ندير لها غنرش عليها حتى شويه ما نسينا نعاود نتكها انا درت الكونفيتي كثيره اللهم احسن رابعه كتجي زوينه احسن حتى تدبوش معاها. نصيب السلوفان وغادي نغطيها ونخليها واحد ربع ساعة ان شاء الله، ومن مور داكشي غادي نتلاقاو ان شاء الله. احنا رجعنا معكم، هي اللي خليتها ربع ساعة على ما طلقات شويه. انا نوريكم شنو ندير لها. نديرها شويه باش تجيني حيت انا دايره بزاف باش تجيني شويه سهله. هانتوما غنفرقها على ثلاثه المرات. نشد هادي نجيب ماي زينة غنديكها تمام. هي اللي عنده ديك الماكينه ديال الشباكيه من الاحسن يديرها. ووريكم الطريقه خاطرش شحال خاص تكون.
هي كو كانت تيسع بزاف الاحسن من يكون عندك بوطاجي كبير ندير فيهم. هانتوما مازال شويه خاصه شكي ولات رقيقة بزاف. هانتوما نتكوها زيدو ديرو لها ما زينة كما درتو لها من زينة كتورق مزيان تجي زوينة. ها انتما شو كديرهم صافي بركة عليها. هذه دابا غادي نلويها غادي نلويها انا لويتها غنخليها واحد على جنب انا نصوب جوج الاخرين وغادي نرجع معكم ان شاء الله. نسيت الخرانيه انا رجعت معكم غادي نوريكم دابا الطريقه ديال كيفاش غادي نقطعها. عندي الاولى هادو غير الشوائب كما كيقولوا ما غاديش نديرهم فهمتوا. ديري هانتي 2 سنتيم شو شتو ها ديرها هنا كتشي هذا هو القد اللي ديرو انا هذا القد اللي كندير انا. كل واحد كي كيديرو كاين اللي كيقها لطقها كاين اللي كيغلطها كل واحد كي كيدير لها.
هانتوما شوف كي كيتي شوف شوف هاد شوف كدايا زوينه غتجي هانتوما غتشوفوها ولذيذه كتجي مقرمشه غزاله الصراحه. هادي درتها غلاده انا نوريكم واحد كيفاش كندير لها قبل ما نصوب الاخرين. عندي المايزينا ديرها هكا ندير فيها المايزينا هكا نجيب الدلاك ندلوها هانتوما نعاود ندورها هكا ما تجيش دقيقه بزاف هانتوما صافي هاد الدقيقه هادي كنحطها بلاتي وعاد نصوبها نجيب عاوتاني الاخرى ندير لها لها صافي ما تقطعش بزاف الثاني عاوتاني لها لا ما تقدي ما تلقيهاش بزاف وما ما تخليهاش غليظه صافي ها حلي لي المهم على ما نكمل دابا نرجع معاكم عاوتاني على ما نكمل هادو وغادي نوريكم منين هاد الاخر مرحله ان شاء الله غادي نوريكم. السلام عليكم. دابا غادي نوريكم كيفاش كتقلى هانتوما شوفوا كديروا لها شوفي كتحل شوفي كتحل قلبيها شوفي غزاله الصراحه شوفي كتجي هنا الصراحه كتجي غزاله لها ها صافي بارك عليها شوف هانتوما ندير واحدة أخرى عاوتاني ضروري بقيت ديري عليها هكا الزيت شوف كي كتبقى كتحل شوف كيما كندير الزيت كتبقى تحل نقلبها عاوتاني ندير الزيت هكا نشوف كتجي زوينة
هادشي جايه غزاله الصراحه. واحد اخرى وغادي المهم غنخليكم دابا عاوتاني على ما نكمل البقيه ونرجع معكم نوريكم الطريقه النهائيه ديالها ان شاء الله. يلا نخليكم. انا رجعت لكم، هو ده الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شفت ديال الرغايف. هانتوما شوفوا كيجيو زوينين. المهم انا زيد زيت العسل كنشدي بمعلقه وكندبدل هكا فوقه صافي، ما كنديرش شي حاجه اخرى اكثر من هكا. اللي بغى كيخشيه في العسل يجبدو، هذيك باش كتجي حلوه بزاف انا ما كتعجبنيش. المهم اللي بغى يزينها كديروا لا اما الزنجلان، انا بغيتها هكا عاديه، اما الزنجلان اما اللوز كتهرمشو كاع اللي كان عندك كديرو فوقها كتزين به. المهم كنتمنى انه ينال عجبكم هادشي اللي عملت هاد الساعه، وان شاء الله يكون خير يا ربي وندير شي فيديو اخر. وكنتمنى انكم ديروا لي ابوني ولايك للصفحه وتفعلوا الجرس التنبيه، وجرس التنبيه اللي كيكون فيه جوج شريطات الله يسهل عليكم باش تعاونوني شي شويه حتى انا يقبلوا لي القناه ديالي. يلا شكرا، الله يعاونكم.